قال الرئيس يا النواب، قال الرئيس قال انه ما هو مترشح، خلوه عنكم ما هو مترشح، خلوه عنكم ما هو مترشح، كان فيه اللي عدل ومشى عن الدوله وخلوه التقاوم اللي انا فيه، خلوه هو يجبر راسه وخلي الشعب هو اللي يجبر راسه، هذا بعد هو حسب نظري انا، واتقوا فيهم الان وقالوا مترشح، انتم انتم اللي تدوروا شنو؟ بالنسبه لي انا رايي انا الشخصي، لان مبادره الرئيس اليوم في حول هذا الاتجاه مبادره يا الله يقدرها كل المواطنين بغض النظر عن انتماء السياسي، سواء المعارضه سواء الاغلبيه، هذا وجهه نظري انا كشخص، لولا عن حد لمستواه هو كرئيس جمهوريه قبض قرار لأساسه لأنه احترام للدستور، هاي يقدروا كل المواطنين وتقدروا الحكومة ويقدروا كل الرجال، هاي وجهة نظري، لولا أنه هو مثلا فهم السلطة اللي هي سلطة البرلمان وعندها رأيها الشخصي وعندها قراراتها وعندها عملها، وقد هو قبيليني عنده قرض شخصي لا يعمل إلى ذاك ويتعامل معه، وقد تصوت أغلبية وني تصوت أغلبية ربما ما أنا خبرين في ذاك الشأن غير بعد احتمال، أنا أنه يا الله أرك نشكر على ذا كل مواطن موريتاني، يا الله يشكره على ذا حسب وجهة نظري أنا كمواطن موريتاني شاكر محمد عبد العزيز على إنجازاته العدل، وشاكر ونطلب أنا شخصيا عدل مأمورية ثالثة، وشاكر على اللي عدل وموريتاني ما رصيب عنه. أنا إحنا دور لا رقاش لا عاد لا يعدل موريتان واحد كل ما قال هو والله عاد الموريتان تساوي، سمعت؟ ما نعود وحدين بعضية وحدها وبعضية الأخرى وحدها، يا أخ ما يتواسى، ونحن ما ندور المشاكل ولا ندور شيء، ما ندور ضعفاء ولا عنده شيء المشاكل وما ندور مسلمة ولا ندور المشاكل ولا ندور شيء، ندور لا أحد يسقم، عدلنا شيء وكواها نسواه فيه كاملين.